السلام عليكم، أهلا بكم في قناة نوافة التعليم. هذا الدرس 16 من كورس المحادثة. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نستخدم زمن المستقبل وأيضا موضوع الساعة في محادثاتنا والنصوص التعبيرية التي حضرتها لكم لتعلم المحادثات اليومية في اللغة التركية. طبعا كما تعلمون في كورس القواعد في الدرس السادس وفي الدرس السابع شرحت لكم زمن المستقبل وموضوع الساعة، فهذا الدرس سيكون اعتمادنا على كلتا الدرسين الموجودين في كورس القواعد. لذلك إذا كنت متابع جديد ولك أول مرة تدخل لقناة نوافذ التعليم، يرجى منك أن تشاهد دروس القواعد المخصصة لهذا الدرس وبعدها أن تعود للدرس 16. وإذا كنت تريد أن تشاهد دروس القواعد ودروس المحادثة بالترتيب، وضعت لكم رابطين، رابط لكورس المحادثة ورابط لكورس القواعد، حيث ستجدون فيها جميع الدروس بالتسلسل. الآن لنبدأ ببعض الأسئلة والإجابة عنها باستخدام زمن المستقبل وموضوع الساعة. إذن السؤال الأول هنا: فيلم سات كاتشتا باشلياجك، متى سيبدأ الفيلم؟ أو حرفيا فيلم يعني فيلم سات كاتشتا، في أي ساعة؟ باشلياجك، سوف يبدأ. كما تلاحظون سوف أي في المستقبل، باشلا مصدرها كانت باشلامك، حذفنا المك وحسب القواعد أضفنا أجك، وما بين باشلا وأجك وضعنا الحرف ي للوقاية من التقاء حرفي علة، لذلك أصبحت فيلم سات كاتشتا باشلياجك، أي متى سوف يبدأ الفيلم. كما تلاحظون هنا قد جعلنا أن موعد الفيلم سيكون في 9:45، لذلك باللغة التركية سنقول فيلم سات دوكوزا تشيرك كالا باشلياجك. لاحظوا حتى لو ننسى القواعد ولا نتبع القواعد، انظروا كيف قد كوننا هذه الجملة. حرفيا معناها فيلم يعني فيلم سات دوكوزا، الساعة للتاسعة، تشيرك ربع، أو نستطيع أن نقول 15 أون بيش، ولكن في جميع اللغات هنالك ربع، يستخدمون ربع مكان أون بيش أو 15. صاد دوكوزا تشيريك، الساعة للتاسعة، تشيريك كالا، ربع ساعة باقية، أي كما تلاحظون الساعة 8:45، أي تبقى للتاسعة ربع ساعة، أي 15 دقيقة. لذلك باللغة التركية يقال أنه تبقى للساعة 9:15 دقيقة. السؤال الثاني: saat kaçta okula gideceksin؟ saat kaçta okula gideceksin؟ أي في أي ساعة ستذهب إلى المدرسة؟ كما تلاحظون saat kaçta في أي ساعة، وأوكولا إلى المدرسة، gideceksin سوف تذهب. هنا حددنا الساعة أي في 8:10، فالإجابة ستكون saat 8:10 geçe okula gideceğim، saat 8:10 geçe okula gideceğim. طبعا ليس من المعقول أن أعيد شرح كل ما يتعلق بالقواعد في هذه الجمل، لذلك يجب مشاهدة الدروس الموجودة في القواعد المتعلقة بزمن المستقبل والساعة إذا كانت لديكم أي مشكلة في فهمها. لننتقل إلى السؤال الثالث: سيرفيس سات كاتشتا جيليور. سيرفيس يعني الخدمات، أي خدمة كانت. لذلك هنا يسأل متى ستأتي الخدمات؟ سيرفيس سات كاتشتا جيليور، الموعد المحدد في 4:30، لذلك سيرفيس سات 4:30 جيليور، سيرفيس سات 4:30 جيليور، أي الخدمات تأتي في 4:30. ربما تلاحظون الفعل جيليور هو في مضارع المستمر، وشرحت ذلك الدرس أيضا، ولكن أيضا نستطيع أن نستخدمها كتعبير عن المستقبل. السؤال الرابع: يمك سات كاتشتا،
حرفيا يعني الأكل في أي ساعة أو متى وقت الطعام؟ متى ووقت الأكل؟ صاد كاتشتا. الوقت المحدد في الساعة 5 إلى 10 دقائق. إذن الإجابة ستكون يمك صاد بشة أون كلا. يمك صاد بشة أون كلا أي حرفيا الأكل عند الساعة التي تتبقى منها 10 دقائق للخامسة، أي 10 دقائق تبقى للخامسة، في ذاك الوقت هو وقت الأكل. السؤال الخامس، صاد بيشتا نابا جاكسون؟ صاد بيشتا نابا جاكسون أي ماذا سوف تفعل في الساعة الخامسة تماما؟ الإجابة صاد بيشتا فوتبول أويناجان. صاد بيشتا فوتبول أويناجان أي سوف ألعب كرة القدم في الساعة 5 تماما. مجددا أقولها لكم للمتابعين جدد، إذا لم تكن قد شاهدت درس المستقبل ودرس الساعة فصعب جدا عليك أن تفهم هذا الدرس، ستواجه الكثير من المشاكل، لذلك دائما شاهدوا دروس القواعد أولا. السؤال الأخير، ساعت كاتشتا أويا جاكسون أي في أي ساعة ستخلد للنوم أو في أي ساعة سوف تنام أويا جاكسون؟ الساعة المحددة في الساعة 11 تماما. ساعت أون بيردة أويا جان. ساعت أون بيردة أويا جان أي سوف أنام في الساعة 11 تماما. وهكذا لننتقل إلى محادثة بسيطة بين الشخصية آ والشخصية ب. انصتوا لي بتركيز وإن شاء الله ستفهمون غالبية الأمور. أفدرسنس ساعت كاتش؟ ساعت 3 çeyrek geçiyor. فيلم ساعت كاتشتا başlayacak؟ ساعت 10'da başlayacak. Şu an ساعت كاتش؟ Şu an saat 10'a çeyrek var. Teşekkür ederim. Rica ederim. Önemli değil. Lâhidu at-tercüme. Fil bidaye kulna affedersiniz saat kaç? Ey afwan kem sa'a? Ba'da temmet el-icabe bi saat 3'ü çeyrek geçiyor. Ey as-sa'a thalitha ve rubuh. Ba'daha temme sual. فيلم ساعت كاتش تباش لاجاك أي في أي ساعة سوف يبدأ الفيلم؟ الإجابة ساعت أون دباش لاجاك أي في الساعة 10 تماما سوف يبدأ. بعدها سأل بي شوان ساعت كاتش أي الآن كم الساعة؟ أجاب بي شوان ساعت أونا تشيريك فار أي الآن تبقى للساعة 10 ربع ساعة أي 15 دقيقة. بعدها قالت تشكر إدريم وتمت الإجابة برجاء إدريم أي تشكر إدريم شكرا، وبعدها قال رجاء إدريم أنملي ديل، فهذه كإجابة لمن يشكر يعني تقول لمن يشكر لا داعي للشكر. فهذه كانت المحادثة، والآن لننتقل إلى آخر ما تبقى في هذا الدرس. هنا لدينا نص تعبيري حيث نتكلم فيه عن روتين يومي. بداية سأقرأها لكم باللغة التركية وبعدها سوف أشرح لكم كل ما فيه. يارن günlerden pazar. Saat 9'da kalkacağım. Saat 10'a çeyrek kala kahvaltı edeceğim. Saat 10.30'da televizyon seyredeceğim. Saat 12.20 geçe futbol oynayacağım. Lâhidu mâi. Yarın günlerden pazar. Ay gaden minel eyyem günlerden yani minel eyyem pazar. Ahad. Saat 9'da kalkacağım. Ay fi saat 9'a sevfe esteykıd. Kalkacağım. Ba'da saat 10'a çeyrek kala kahvaltı edeceğim. Ay
في حين عندما تتبقى للعاشرة ربع ساعة، أي في الساعة عشرة إلا ربع ساعة، كافالتي ديجين، أي سأتناول أو سوف أتناول الفطور، الوجبة الصباحية. بعدها صاد أون بوتشوكتا، أي في الساعة عشرة تلفزيون سيري ديجين، سوف أشاهد المطياف أو التلفاز. تلفزيون سيري ديجين، سيري ديجين مصدرها سيرت ميك، أي مشاهدة. بعدها صاد أون إكي يرمي جيتشه، أي في الساعة الثانية عشر وعشرون دقيقة فوتبول أوينا يا جام، سوف ألعب أوينا يا جام فوتبول كرة القدم، أي صاد أون إكي يرمي جيتشه فوتبول أوينا يا جام في الساعة الثانية عشر وعشرون دقيقة سوف ألعب كرة القدم. إذا كنت تشعر بأنك لا زلت لم تضبط هذا الدرس، لا تتردد من أن تشاهد الدرس أكثر من مرة، فاللغة هي عبارة عن تكرار المعلومات لعدة مرات في أوقات مختلفة. أي لا أطلب منك أن تكرر الدرس الآن، بل غدا أو بعد غد كرر ما قرأته، كرر ما درسته لكي تتقن الأمر. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما سبق. نلتقي في درس لاحق، واستودعكم الله.